قال تعالى قليلا ما تذكرون، والمراد قليل تذكركم، وما هنا أتي بها وهي زائدة، وذلك لتأكيد قلة التذكر، فقليل تذكركم، فجيء بما الزائدة لتأكيد هذا القليل من التذكر. وهذا يفيدنا بأن التذكر مطلب، بل هو حياة قلوب العباد. ولذا قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حتى لو كنت مؤمنا فأنت بحاجة إلى أن تتذكر. ولذا جاء في صحيح البخاري عن معاذ بن جبل، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم، كان يقول لبعض أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة. أتدرون من هو معاذ؟ معاذ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأخبر عليه الصلاة والسلام كما قال عن معاذ بن جبل، قال عليه الصلاة والسلام أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ أنه يتقدم العلماء يوم القيامة رتوة بحجر. كل هذا يقول هذا الكلام، مما يدل على أن العالم مهما بلغ في العلم فهو بحاجة إلى أن يتذكر وأن يتعلم. ففي هذه الجملة إشارة ولمحة بعظم ومكانة التذكر. والآيات في الحث على التذكر كثيرة جدا، فمن يقرأ كتاب الله عز وجل يجد النصوص تترى عليه. وإذا قال عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، أمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر، فنحن مطالبون بالتذكر، بأن نذكر أنفسنا وأن نذكر غيرنا. وأيضا يستفاد من هذه الجملة الثناء الجميل لمن عظم تذكره، وذلك لأنه إذا وصف أهل السوء بصفة ذميمة فخالفها المسلم يكون بهذه المخالفة محموداً.